أين اختفت حبة القمح؟ سلسلة النبات الحسن، قصة أميمة عليق، رسوم زينب هاشم، إخراج وتنفيذ عباس حمود. ما أجمل فصل الخريف! صارت الغابة ملونة، أوراق صفراء، أوراق حمراء، أوراق بنية. ملأت أوراق الشجر الملونة وجه الأرض، وأصبح الطقس أبرد قليلا. كانت نملة صغيرة تحاول نقل حبة قمح كبيرة إلى بيتها. حملتها وبدأت تسحبها وتسحبها. بعد قليل وقعت الحبة منها، فحملتها مرة ثانية وراحت تسحبها وتسحبها، لكنها ثقيلة فلم تستطع النملة أن تسرع. وقفت النملة الصغيرة قليلا، نظرت إلى حبة القمح الكبيرة واحتارت. ماذا تفعل؟ يجب أن تسرع لأن الهواء صار قويا. والسماء تلبدت بالغيوم. كانت النملات تركض في كل اتجاه حاملة القمح لمؤونة الشتاء. فجأة بدأت السماء تمطر، ولم يبق في الخارج سوى النملة الصغيرة وحبة القمح الكبيرة. سمعت النملة صوت أمها: هيا أسرعي يا ابنتي، الماء سيغرقك. ولكن أمي، ماذا عساي أفعل بحبة القمح؟ قالت النملة. فكرت النملة وفكرت، ثم بدأت تحفر التراب. وضعت حبة القمح في الحفرة، ثم غطتها بالتراب وقالت: سأعود لآخذها عندما يتوقف المطر. ثم أسرعت إلى البيت. لكن أمها لم تسمح لها بالخروج ثانية، خوفا عليها من أن يلتقطها عصفور جائع. حل الشتاء فغطى الثلج الغابة، واختبأت النملات في بيوتها، ومرت الأيام. وجاء فصل الربيع، خرجت النملة فرحة من بيتها لتتفقد حبة القمح. بحثت كثيرا وحفرت التراب، ثم بحثت وحفرت ولكن لم تجد الحبة، فبكت طويلا ولكن دون جدوى. لقد اختفت حبة القمح. وكم كانت مفاجأة النملة سارة حين قالت لها أمها وهي تبتسم: انظري جيدا، أرأيت هذه النبتة الصغيرة؟ هذه هي حبة القمح. انظري كيف كبرت وتحولت إلى نبتة خضراء، فسبحان الله. ثم تابعت: حين تكبر ستحمل سنبلة خضراء جميلة وتعطي الكثير الكثير من حبات القمح. النهاية. أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.